عن الاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين حول فيروس كورونا ومطالبة السفير الأمريكي السابق في الصين بمحاسبة بكين على نشرها الفيروس، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الدكتور جعفر الهاشمي الطبيب والأكاديمي. دكتور جعفر، مرحبا بكم. اتهامات متبادلة بين أمريكا والصين حول تفشي فيروس كورونا، هذه الجدلية لم تتوقف منذ انتشار الفيروس نهاية 2019، لكن هل ثبت علميا دكتور أن الفيروس فعلا انتشر من معامل في ووهان الصينية؟ تحية طيبة وسعدت مساء. الحقيقة هناك مؤشرات كثيرة وقرائن وأمارات قد لا ترقى إلى مستوى الأدلة القانونية، ولكنما هي تعزز نظريات بأنه منشأ هذا الفيروس كان في المختبرات الصينية. لماذا كانت تستعمله الصين؟ ربما لأبحاث علمية أو ما شابه ذلك، ولكنما هذا ليس مهم. المهم بأنه كيف استطاع هذا الفيروس أن يتمرد أو يخرج من هذه المختبرات ويتحول إلى جائحة في داخل الصين وثم في العالم. فمن زاوية قانونية، بما أن الصين عليها المسؤولية الصحية تجاه شعبها وتجاه العالم لإدارة القضايا الصحية، وهي مسؤولة في اتخاذ الإجراءات، وأيضا إذا ما حصل هناك وباء أو انتشار كان يجب عليها أن تشرك المنظمة الصحة العالمية وبقية الدول لتساعدها، من هذه الزاوية فهي مسؤولة من حيث الانتشار. أما من زاوية أخرى، نحن نرى بأنه كثير من الدول حتى حينما حصلت هذه الجائحة وهذا الانتشار قبل أن يتحول إلى جائحة كونية وعالمية، كثير منهم تهاونوا وتراخوا في التعامل الجدي معه، وبالنتيجة هذا أيضا يكلفهم مسؤولية قانونية على صعيدهم الوطني تجاه شعوبهم وعلى صعيدهم الدولي. نعم. فالصين وبقية الدول التي تهاونت كلاهما شريكان من حيث المسؤولية القانونية، ولكنما الآن أنا أتصور أنه النقاشات القانونية على مستوى أوسع قد تؤجل حتى ظهور لقاح، وذلك الوقت نحن ربما نشهد معركة حاسمة وكبيرة حول المسؤولية وآثارها القانونية المترتبة والخسائر وغير ذلك. طيب دكتور، إذن الفيروس مخلق وخرج من مختبرات ووهان أو من مختبرات الولايات المتحدة، لكن هل تعتقد أن الصين عندما قامت بخلقت هذا الفيروس لم تضع العلاج أو اللقاح، تعتقد ذلك؟ يعني لا أتصور الحقيقة، يعني من منظار العقل والمنطق نحن لاحظنا بأنه كل العالم تقريبا بأسره، العالم اليوم يعتبر قرية واحدة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين تضرروا بشكل كبير اقتصاديا، وكما جاء في تقريركم هذه الآثار الاقتصادية لا يمكن للعالم أن يتفاداها ويستدركها خلال حتى عقد أو عقدين من الزمن، بعيدا عن المناكفات السياسية والآثار الاجتماعية وما شابه ذلك. وبالنتيجة أنا لا أتصور بأنه يعني الصين أو غيرها كانت متعمدة في انتشار هذا الفيروس، لكن ربما بأنه الفيروس تمرد عليه، وهذا يكون أمر طبيعي في المختبرات وتاريخ هذه الجزيئات، أو حتى أنه الفيروسات هو في الانتشار والتوسع هو حافل بمثل هذه الأمور. ربما يعني من ناحية علمية هذا قائم، لن تتحول هذه الأمور إلى جوائح سابقة، ولكنما بالنتيجة أنه من المعروف بأنه الفيروس قد يتطور، قد يتحور، قد يتمرد، وبالنتيجة أنه هذه الدول حتى إذا كانت لديها طرق علاج لإحتوائه هي تحدد هذه الطرق وهذه الأدوات لنوع من الفيروس وليس للفيروس الذي يتمرد ويتحور طيلة فترة زمنية قصيرة ربما. طيب دكتور، فقد يكون يعني هذا هو التوجيه أو التبرير العلمي الصحيح من ناحية فنية، لكنما الآن للأسف الأبعاد السياسية والاقتصادية هي التي ألقت بظلالها على هذه الجائحة، وربما المناكفات السياسية القائمة بين الدول ولا سيما الدول العظمى قد تساهم أيضا في تأجيل مشروع الوصول إلى لقاحات
أو علاجات فعالة لهذا الفيروس. دكتور، أستعير منكم مصطلح المناكفات السياسية، لكن هنا دكتور الغاية من صنع هذا الفيروس في أي مجال يمكن استخدامه؟ يعني الدول كلها حقيقة تطور يعني الأسلحة البيولوجية، لا أقول كلها ولكن غالبها، خاصة هذه الدول التي بينها يعني سباق في مجال التسليحات وما شابه ذلك. وهذا هو جزء، قد يكون جزء من الأسلحة البيولوجية. من جانب آخر أنه حتى هذه ربما يعني أنهم يطورون هذه الفيروسات للدفاعات البيولوجية، هم يريدون أن يكتشفوا أنه خصومهم أو أعدائهم قد يستخدموا أو يطوروا أسلحة بيولوجية، وبالنتيجة هم يحاولون أن يستبقوا هذه الأسلحة ويكون لديهم الرادع البيولوجي أمام ذلك. فهذه الأهداف كلها قائمة وموجودة، ولا توجد هناك دولة من هذه الدول العظمى هي لن تمارس العمل العلمي في هذه المختبرات بمحاولة كشف ما هو قائم من فيروسات، وأيضا في نفس الوقت تطويره من أجل يعني أهداف ربما تكون علمية وصحية وطبية وقد تكون سياسية. دكتور جعفر، السفير الأمريكي السابق لدى بكين دعا إلى معاقبة الصين على إخفائها معلومات الفيروس، لكن هنا وأنت أكاديمي وطبيب، هل بالفعل العالم كان سينجو من الأزمة لو التزمت الصين بنوع من الشفافية تجاه هذا الفيروس؟ يعني ربما لا نقول أنه العالم نجا، ولكنما في نفس الوقت ربما لم تكن آثاره المدمرة قد تصل إلى هذا المستوى، وكان من الممكن احتوائه. كما لاحظنا في الصين نفسها يعني في فترة زمنية قياسية استطاعت أن تحتوي هذا الفيروس عبر التباعد الاجتماعي، وهي حتى الآن يعني ربما لا تستطيع الوصول إلى لقاحات فعالة ومؤثرة. ولذلك أنه يعني التوعية والتواصل مع منظمة الصحة العالمية والدول الأخرى، إذا ما كانت تقدم لهم معطيات، لا أقول لجميع الدول، يعني رأينا دونالد ترامب كيف تعامل مع هذا الفيروس وقال بأنه من صنع الديمقراطيين ويحاولون أن يعرقلون طريق الانتخابات، أو حتى يعني حتى الدول المقربة إلى الصين مثل خامنائي رأيناه كيف كان يستهزي في هذا الفيروس. أنا لا أقول بالنسبة إلى هذه الدول التي اليوم تحاول أن تتهرب من مسؤوليتها وتلقي بكل اللوم على الصين، ولكنما إذا ما كانت الصين شاركت العالم في هذه المعطيات وفي هذه البيانات، ربما اليوم لن يستطيع أحد أن يحملها كل المسؤولية. عبر سكايب من لندن الدكتور جعفر الهاشمي الطبيب والأكاديمي، شكرا جزيلا لكم.